لحظة شوية فوصل دكتور صفر صفر المشاكل العالقة. موضوع جزر الإمارات العربية المتحدة، الجرف القاري، الكويت السعودي الإيراني، هذه الأمور صفرها. التهديدات والتحريض على البحرين أيضا توقف نهائيا عنه، هذا خليجيا. عربيا أوقف تمدداتك أيضا، سواء في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن، أوقفها إذا تريد علاقات طيبة. أما إذا تريد أنك تصدر نموذجك أو تفرض وجودك، فهذه حقيقة أنت على ما يقولون عندنا بالخليجي معصي. زي. ما راح نرد عليك. خليني أجاوبك يعني دكتور، مو هاي مهمة، خليني أجاوبك هاي مهمة. أنا معاك بكل الحديث اللي طرحته على عملية التصفير. زين السعودية ليش ما تصفر، تشيل ايد امريكا من قضية التحالفات اللي تكبلها بالانفتاح مع ايران؟ ايران تقولهم للسعودية علنا، علنا تقولهم شيلوا ايد امريكا من عندكم وتعالوا اهلا وسهلا. وصي حبيبي، احنا هذه اولا العلاقات علاقات تاريخية قديمة كانت لبريطانيا ورثتها الولايات المتحدة الامريكية. هذه المنطقة الحقيقة منطقة ثرية وغنية وغير حربية مسالمة. طيب لذلك الطامعون أمثالكم الذين جاءوا في 2/8/1990 واجتاحوا الكويت. لن تكون بعيدة. إيران على جزيرتين لا تزال إلى الآن ترفض حتى فتح الملف. لماذا لا تذهب للمحكمة العدل الدولية وخلها تقول محكمة العدل الدولية أنها إيرانية؟ والله يهني إيران فيها، ما قلنا شيء. طيب لماذا؟ لأنها تريد أن تكون مشكلة قائمة. هذا للأسف العقلية التوسعية. جميل. سواء جميل. لأسباب إيدولوجية أو لأسباب جغرافية طيب. سياسية. طيب سريعا دكتور، سؤال مهم، سؤال مهم. اسمح لي بس لحظة. تفضل. اسمح لي لحظة بس. إيران تقول وأنا موافق 100% أنه إسرائيل هي المسؤول عن اغتيال العالم فخري زادة. نعم، كل المؤشرات تقول لي ذلك. ونتنياهو مثل ما قال أخي شاوردي عام 2018 ذكر فخري زادة بالاسم. يا أخي إذا أنتم تعرفون راح يقتال، وقتيل قبل حوالي 5 أو 6. طيب هذه الأمور معناها أنك أنت مخترق أمنيا، واحد. الشيء الثاني يا أخي، ليش ما ترد على إسرائيل؟ إذا بترد رد على إسرائيل. إسرائيل هذه عندك بسوريا كل يوم تطق راسك، كل يوم كل يوم تهاجم القوات الإيرانية وتدمر فيها. ما انطلق عليها صاروخ واحد داخل. اليوم مثل ما صارت عملية اغتيال فخري زادة، أبي عملية مخابراتية مرتبة. ممكن تصير. ما حصل إيران ممكن تصير. خلي جوابك دكتور. احنا لا نقر عمليات الاغتيال اطلاقا. جميل. ولا عمليات العنف. خلي جاوبك السيد شاوردي. خلي جاوبك سيد دكتور. ولا تتدخلوا في شؤوننا. تمام. ولا نتدخل في شؤوننا. سيد